دورة تعلم كيف تتعلم، فادتني في حاجات كتير جدا فيما يخص عملي كمعلم. وانا فعلا انا استفدت، انا شخصيا ان انا اتفرجت على بقيه الفيديوهات، كان في فيديوهات رائعه جدا، وبدعو الناس كلها انها تتفرج عليها، سواء طلبه جامعه طلبه مدارس، كل ده هيفيده في تحسين طريقه فهمه للمعلومه، وهيوفر عليه وقت كتير جدا. طبعا انا مشارك بالفيديوهات دي مش عشان افيد الناس والكلام ده خالص، انا كنت مشارك الفيديوهات دي عشان اخد الايفون. انا نفسي استفدت جدا لما شفت مشاركات المنافسين والاعضاء اللي غيري، حتى كانوا محضرين موضوعات انا نفسي استفدت منها لانها كانت مختلفه عن اللي انا محضراه. هو الحقيقه هي الفكره، انا كبدايه بالنسبه لي هو انا عندي مواهب كتير بس مش عارف استغلها فين او ابدا بيها ازاي، لكن مع بدايتي في مسابقه مفهم هي مجرد هي دفعه بالنسبه لي ان انا ان شاء الله هبدا اكمل في موضوع الاونلاين ليرنينج، بحيث ان انا اقدر افيد الطلبه بالنسبه لي او زمايلي الاصغر مني في موضوع التعلم. فانا الفكره كلها انا هيبقى عندي المواهب ان انا اقدر استغلها صح ان شاء الله مع برنامج نفهم. اتعلمت منها طرق جديده اقدر اعتمد عليها في تدريس اي محتوى انا بدرسه، سواء يخص التخصص بتاعي اللي هو اللغه العربيه او اي حاجه تانية انا حابب اعلمها لحد. طبعا المسابقه كانت شيقه جدا، وكان في مشتركين كتير، وكان الفيديوهات كلها انا شخصيا استفدت منها. اتعلمت استراتيجيات جديده، عرفت بعض الحاجات اللي ممكن كنت بقع فيها كاخطاء ابتديت اعالجها في شغلي. برنامج نفهم بالنسبه لي هو كان الدفعه اللي فعلا وجهتني ان انا عندي مواهب ممكن اقدر استغلها صح. ان شاء الله ان شاء الله تكون بدايه خير وبسهوله، خصوصا ان الدوره كانت تعلم كيف تتعلم. في ناس كتيره بتبقى عارفه، تبقى نفسها تتعلم بس مش عارفه الاسلوب والطريقه اللي هي تتعلم بيها، وكانت دوره مفيده بالنسبه لي. عرفت انواع من المتعلمين وطريقه التعامل مع كل نوع منهم بشكل محدد، وشكل اعرف ايه الجوانب السلبيه اللي عنده واقدر اعالجها، ازاي انمي عنده الجوانب الايجابيه. وده كان شيء مهم، لان اي انسان بياخد على عاتقه مهمه ان هو يعلم اللي قدامه لازم يكون فاهم المحتوى اللي بيعلمه، لازم يكون فاهم طبيعه الشخصيه اللي هو بيتعامل معاها وعايز يعلمها، ولازم يستخدم كل الوسائل الممكنه اللي يقدر بيها انه يوصل ابسط معلومه لاي شخص. وطبعا الدوره دي كان المحتوى بتاعها كان رائع جدا، وانا فخور ان انا اشتركت في موقع نفهم، واتمنى ان انا اكون قدرت ان انا اوصل ولو حتى جزء بسيط من محتوى الدوره لكل الناس انها تقدر تشوفه. كنت سعيده جدا بالمشاركه في مسابقه نفهم، واتمنى دوام التوفيق لشركه نفهم، واتمنى ان الطلاب يستفيدوا من الموقع اكتر واكتر زي ما انا نفسي استفدت. كانت تجربه لطيفه جدا مع نفهم في فيديوهات تعلم كيف تتعلم، والرساله دي موجهه للخلف، انا بحقد عليك في الايفون ده، والايفون ده لو ما عداش عليا في البيت والله طيب. وشكرا لنفهم وركسونا على الهدايا الرائعه دي. السلام عليكم.